أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية لنرحل مع شوطنا 17 وخصص لفئة الأبكار. نتابع هذه المسيرة، نتابع هذه التحديات، ونرحل مع شعار جميل متميز متعود على المراكز الأولى في كل المناسبات وفي كل الاحتفالات. يتقدم الآن مع اللي هي منصة أو ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي، ولكن شعار ابن كليب المتواجد هني ايضا الريام وفالح بن ياسر بن فالح الشامسي يقدم لنا الريام تختال عيني، جملة ريام ما بين عرضه وقوة الشوط ولا عقيد الريم قدام. روح يا فالح، روح روح فال النشامة، فالك فال الناموس، فالك لاعب دور بطولي في صباحي هذا اليوم. هني المركز الثالث ايضا تتقدم راهية وسالم بن سلطان بن عجيل الاستبي، الخوف من المركز الخامس الخامس الخامس، او هناك بن دحروي حاضر مع مشغله سعيد بن مطر بن دحروي، وعندنا ايضا تتقدم قرموشه وحمدان بن سعيد بن سالم الاستبي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام. الشوط 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 فيه ما فيه من شعارات قويه، فيه ما فيه من اصايل. الريام تتقدم، يا فالح يا بن ياسر يا الشامسي لا تتحير يا الشامسي، شوف 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 الهاجمون القادمون، الهاجمون القادمون. اول متابع لك اللي تابعك خطوه بخطوه اللي هو شعار هناك منصة ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي، والهجوم من بن دحروي ايضا يقدم لنا مشغله سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي، والقادم هلا وغلا وهلا وغلا وحي الله الطلة. الله يزين اللي حضرت، غطت على كل الحضور، وصلت اللي هي الشيقه محمد بن عمران بن خليفه الشامسي قادم ايضا مع الشيقه، ولكن فالح يا فالح هناك ايضا ساعد يا بن ساعد، وروحوا الجماعه وبدت الاثاره وبدت التحديات وبدا الهجوم وبدت الحركات وبدت منصه الهاشمي ناصر بن ساعد الهاشمي. عندك اللي تابعك ايضا راعي الشيقه محمد بن عمران بن خليفة الشامسي، ولكن روحت من سمعة الزقرة وازمت في الخالي يديها، ما شاء الله تبارك الله. ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي المركز الثاني، هناك وصلت اللي هي نوادر خليفة بن حمد بن سرية بن اشتبي، المركز الثالث الشيقة محمد بن عوام بن خليفة الشامسي، والرابع اظني بن دحروي، ولا نوصلنا على الرابع؟ طيب ثلاث دقائق، ثلاث دقائق وست ثواني، ثلاث دقائق وست ثواني. أفضل توقيت اليوم دقيقتين 29 59.